حتة مننا دول ولادنا وأهلنا هم عايشين عيشة صعبة وكل ده ما كانش بإيديهم أيوة عيش المشكلة وبإيدينا حلها كل واحد فينا يقدر إنه يعمل حاجة يعني تخيل كده لو أحلامهم على إيدي وإيدك تكبر ونشيلهم دايما في عيوننا نسعدهم على قد ما نقدر يمكن بكرة تكون دكتورة وتعالج ناس مش لاقيين أو فنانة كمان مشهورة وبفنها تساعد ملايين يمكن نفسه يكون طيار أو أستاذ يعلم جيل أو ضابط عشان انت تعيش يسهر على أمنك بالليل يعني تخيل كده لو أحلامهم على إيدي وإيدك تكبر ونشيلهم دايما في عيوننا نسعدهم على قد ما نقدر نتخيل كده لو نعمل حاجة تغير شكل حياتهم ونكون دايما حاسين بيهم ونعوضهم كل ما فاتهم بكرة هتكبر وتكون أم والأولادها عليها حقوق يبقى الراجل من الأبطال يرفع راية بلده لفوق مستقبلنا ومش هنبيعه ولا نعمل ما احنا شايفين بدينا ينجح ولا يضيع اختر حاجة من الاتنين يعني تخيل كده لو احلامهم على ايدي وايدك تكبر ونشيلهم دايما في عيوننا نسعدهم على قد ما نقدر اجاكم عمو الطيب طيب 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 مين بيحب عمو الطيب لمشاهدة جديد عمو الطيب تعالوا معنا على اليوتيوب اضغطوا سبسكرايب لتشاهدوا المزيد المبسوط يلا يقول من حبك يا عمو الطيب